الخطوة الثانية، اذهبوا إلى زيارة الجامعة الكبيرة واقرأوا في بدايتها. ماذا تقولون وأنتم تقرؤون في بداية الزيارة الجامعة الكبيرة؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. فهذا السلام على من؟ على الذين ذكروا في حديث الكساء أو على غيرهم؟ ماذا تقولون أنتم؟ في حديث الكساء هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. في أول الزيارة الجامعة الكبيرة، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. هذه مجموعة أخرى أو المجموعة هي هي؟ ماذا تقولون أنتم؟ المجموعة هي هي. وفي نفس الزيارة هكذا نخاطبهم جميعا، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون إلى بقية الأوصاف، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون. ويتكرر لفظ الأئمة في الزيارة الشريفة، أنا لست بصدد تتبعي الكلمات هنا، يمكنكم أنتم أن تعودوا إلى الزيارة كي تجدوا أن لفظ الأئمة موجود على طول الزيارة الشريفة إلى آخر جمل الزيارة الجامعة الكبيرة. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته. فاطمة داخلة هنا أو لا؟ من محمد وأهل بيته. من هم هؤلاء؟ من محمد وأهل بيته الأخيار، الأئمة الأبرار. هذه الصفات لجميعهم، لمحمد وأهل بيته. فاطمة داخلة هنا أو أنكم تخرجونها؟ على أي أساس؟ على أساس أن مراجع النجف لا يعتقدون بإمامتها؟ إذا كانت القضية هكذا، طيع الله حظكم وحظ مراجعكم. ما مراجعكم هتلية يركضون وراء النواصب وراء المعتزلة وجايبين لكم دين منك، وأنا جاي أجيب لكم دين من العيون الصافية. وأقول لكم أنتم تفحصوا بأنفسكم، لا تنصبوني إماما لكم، ولا أريد أن أكون مصدرا لدينكم، إنما اجعلوني علامة، مصدرا من مصادر المعلومات وليس من مصادر دينكم، من مصادر المعلومات. خذوا مني هذه المعلومات وافحصوها بأنفسكم وتأكدوا منها. هذه المنظومة ترفض إمامة فاطمة ولا تعتقد بها. أما عقيدة الرجعة فليس لها من محل في هذه المنظومة. لماذا نحن خسرنا المنفعة الكبيرة التي كان بإمكاننا أن نجتنيها من المشروع الحسيني؟ لعدم معرفتنا بحق الحسين الثابت في أعناقنا، ولن نستطيع أن نعرفه من دون أن نعرف عقيدة الرجعة العظيمة. ما عندنا من دين هو عبارة عن رقع وعن مزبلة أخذناها
من مزبلة النجف ومن أولئك السفهاء الضالين الذين نعتقد أنهم نواب لصاحب الزمان. أتحفونا بالوثيقة الديخية المباركة. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، وش دا أقول لك؟ تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت له لك بكي حركة سنوني فقش ديخ العربية فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركبتنا وغاي ديخ لا مو علم إجمالي، هذا الواقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.